السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اعزائي المشاهدين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهارده مع بعض بناء على طلب ناس عندي كتير من المشتركين والمشاهدين طالبين يعرفوا النقطة اللي بنجيبها للأرج ده، تمام؟ ازاي النقطة اللي بنجيبها ونمسك الخيط ونلف عليها، مثلا نجيب اللي هو أرج القمر أو غيره أو أي أقواس من أقواس الجبس لو أنت عاوز تنفذها بالطوب، أي أقواس الجبس هي بتبقى بنفس بدايتها، بتبقى بنفس المنظر ده، تمام؟ هناخد مع بعض الفكره ان انا برسمها على الارض قبل اي حاجه. اول ما اجي اعمل ارج برسمه على الارض الاول عشان نقدر ان احنا ننفذه، تمام؟ لو مفيش حديد مفيش حاجه معانا، هو دايما في ناس بتحب تعمله بالحديد او بتعمله عشوائي فما بيطلعش ايه القوس مظبوط. فاحنا هناخد الفكره. طبعا دي ورقه هي زنزان مثلا، ايه نعتبر دي ان هي مساحه الارض معانا وبننفذها لاول مره وبنشوف ازاي هنشتغل عليها. انا مش عايزك تقدم الفيديو، ولو انت عارف الفكره يا ريت تشير الفيديو لا عشان ده غيرك يستفاد، تمام؟ اتمنى منك انك انت لو اول مره بتشوف قناتي تدعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد وتعمل لنا لايك للفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا مع بعض. ايه طبعا ده شغل هو مسطره ديت 20 سم، اعتبر السم هناخده بمتر، يعني هنعمل بالمسطره دي مثلا معانا الارش مساحته هتبقى حوالي 3 متر ونص، يعني انا هاخد كده مثلا تمام. خدت كده دلوقتي يعتبر 20 سم وابدا اخد ايه 15، خدت 15 سم، تمام. الارتفاع معايا خد الجنب ده كده 3 متر اهو يا جماعه كده اهو، تمام. ده ارتفاع ايه؟ ده الارتفاع، وده عرض ايه؟ عرض الجدار، تمام. انا ده نجع عرض وده ايه؟ ارتفاع، تمام. خلاص انا خدت العرض وخدت الارتفاع، هبدا ان انا ايه عاوز اقسم اقسم الارض، يعني ايه عاوز اقسم على المساحه اللي معايا دي. القائم اللي هيبقى فيه اللي هي المربعات اللي على الجنب، تمام. هاخد المربعات دي مثلا، انا هاخد الجنب الاول ارفعه 3 متر زي الثاني اهو، تمام. هبدا بقى ايه انا عاوز اقسم الارتفاع ده. لما باجي اعمل الارج لو هو الارتفاع مثلا معايا 3 متر ما بعملش على الارتفاع ده كله 3 متر، لان طبعا بيبقى اتعمل جبسون بورد وكلام من ده واللي هو البروز ال 10 سم والحاجات من دي. فانا هاخد مثلا 2 متر و60، يعني هاخد على المسطره ده 20 و6 سم فوق، يعني ده 20 واخد 6 ايه 6 سم، تمام. تمام. هبدا بقى ان انا اقسم ده هو اخر الارش، ده نهايه الارش، تمام، اللي هيجي عليه القوس. ببدا الاول لما بتيجي تبني او لما بتيجي ترسم البناء على الارض بترسم العمود ده الاول. انا عاوز صف الرف كامل، لو انا عاوز صف الرف ممكن اجيبه من جوه 20 سم 30 سم 50 سم زي ما انا عارف. فانا هخلي مثلا على الارض دي انا هاخد مثلا ايه كل اللي بكتافه كله 50 سم، يعني انا هاخد 5 سم كده تمام. وابدا اخد من فوق 5 سم، تمام، وهشد خط شديت الخط كده ودي نهاية ايه الرف بتاعي. لما تيجي تبني هتبني ده الاول برضه. طبعا ده متقسم 3 رف، انا هقسمه كده يا جماعه عشوائي. باخد الاول اللي هم الشوية اللي في الجلسه دول ساد، دول مباني ساد، تمام، خليهم كده مبنيين اكنهم مباني ساد. وبعدين هقسم دول 3 رف، مثلا الرف معايا 70 سم زي ما بيجي، بس انا هقسمه معانا مثلا على المسطره ايه، هقسم ده 3 رف مثلا اهو، ده اول رف، ثاني رف، دول مثلا 3 رف انا مش مقسمهم بالظبط يعني،
المهم ان دول ايه هيبقوا 3 رف، تقسمهم معاك في المباني بتاخد على الجدار وبتقسم الرف بتاعتك مظبوط. هنيجي على النقطة المهمة ان انا عاوز اجيب دي، باخد بقى البداية الاول، يعني انا عاوز مثلا الفتحة، الفتحة من هنا مثلا 180 سنتي، انا اخد 17 170 سنتي مثلا، اخليها 160 مثلا اهو 160، وباخد مثلا سطران عدل اهو، دول مثلا هيروحوا في الايه في السيراميك، السطران دول السنة دي هتروح في السيراميك. انا عاوز بقى اخد اللفة دي اجيبها لحد هنا. النقطة المهمة بيبقى معاك 3 نقط بتحددهم الاول، ان انا عاوز في النص بالظبط، يعني دي كام كله كام، الرف من جوه كلها 50 سنتي تمام، انا عاوز دي برضو كلها 50 سنتي من هنا اهي تمام. اهم حاجة لما بتيجي تاخد ان الخيط بتاعك يلف يجي يجيب ال3 نقط المتحددين دول، يعني لازم تحدد ال3 نقط دول زي ما انا حددتهم كده الاول. هي بتاعت التقاطع دي، وهتجيب الفتلة تمام، وهتجيب وهتيجي على الارض، اعتبر دي زي ما انا قلت ان دي الارض يا جماعة، الارج دهوت اللي انا بعمله دهوت هتنفذه لاي ارج، جبس باي نظام لاي حاجة، اي ارج انت هتحبه هترسمه على الارض هيطلع معاك بنفس النتيجة دي، بس انا عامله هنا على السبوره، معلش اللي هو مطول عليكم شويه في الشرح، بس عشان ايه نستفيد ونعرف ايه هنعمل ايه بالظبط يا جماعه. بص هتيجي تحاول وانت اكن ده ارض قدامك، وبحاول اني عاوز اهم حاجه ان العرض ده هو يبقى ايه في الرف الوسطاني، يبقى هو نفس العرض او مقارب ليه تمام، يعني نقلل سن 2 سنتين بتاع سنت 2 سنت كلام من ده، حاجات بسيطه يعني. المهم ان انت مثلا ايه ما تحاول كده تشوف تجاوب معايا ولا لا، هي جايبه معايا دي بس ابعدها هنا، هاجي هنا ومقرب شويه، بتفضل تحاول كده اهو، هنا جابت اهي، انا واخد القلم الرصاص وبعدين هدوق عليها، هنا جابت معايا اهي، بص اهي اهي تمام. خدت اللفه، هي جت معايا بعيده هنا، ان القلم الشغل على مش زي الارض تمام. هتاخد اهم حاجه لما تحدد النقطه دي اهي اهي، هقوم عامل علامه كده، وهقوم عارف ايه النقطه دي اهم حاجه عندي، بعدين انا عاوز احددها لكم لحظه، احددها لكم وارجع لكم تاني. حددت انا بالقلم التاني اهوت، بقت الرسمه قدامي واضحه شويه. اهم حاجه انت بتتخيل معاك الطقورة عجباك بترجع بتمشي عليها، مش عجباك بترجع تعيدها، مثلا الطقورة دي عجباني او انا عاوز امشي على المنظر ده، ويفعل شوية علو من هنا. انت لو انت حابب تجيبها يعني تاتش مرة واحدة برضه معاك، يعني النقطة دي انت بتتحكم فيها. بعد ما بخلص وعلمت على الارض طبعا الرفف معايا اللي انا عملتها دي، ده اول رف، الرف ده يا جماعة اهو، والرف اللي هو الايه اللي هو على الارض اللي احنا قلنا ايه ده، ايه ده سد مثلا، ده خط زي ما انت شايف كده، وده طبعا ايه ده مباني من فوق كده، ايه مش الرسم يعني شويه كده يا جماعه، بس يعني بحاول ان انا اوضح لك الفكره. دي المباني اللي هتبقى فوق اللي هتبقى ساده. خدت النقطة دي، باجي اقيس بقى يعني هنا ايه بالمتر كده 14 سنتي مثلا اهي، اللي هي مثلا هيبقى ارتفاعها مع الارض 140، وباخد من على الكتف ده اهو بعد ما خدت ال 50 9 سنتي يعني 90 سنتي تمام. يبقى معايا الارج دي جايب النقطة دي، طبعا باخد مقاس الارج وباجي اعملها براحتي عشان ما اقعدش الف ياما وانا رايح اشتغل، زي ما انت شايف كده من تحت 14 ومن فوق من بتاع من الجنب ايه 9 سنتي، يعني 140 من هنا و90 من هنا. طبعا المقاسات دي هتختلف تماما معاك في اي ارض، لو الارض معاك مترين 80 3 متر 4 متر، المهم ان دي الفكره اللي انت بتبدا عليها اساسيات اي ارض، اي ارض لازم تعمله وتعمله تعمل الكلام ده. لو انت عاوز ده عتب، يعني لو انت عاوز دول عتب، في هنا رف هنا بس تمام، لو انت عاوز دول عتب مثلا تعملهم عتب، دي عتبة ودي عتبة، بدل ما تعملهم طوب هتبقى عرفت، لان دي طبعا ايه لفة معاك اهي، هاخد مقاس دي من دي مختلف، يعني مقاس دي مثلا كام، دي مقاسها اهو حوالي 6 سم 7 سم، واللي فوق
اللي فوق 7 واللي تحت 6 تمام؟ اه وهتلاقي اللي فوق مختلف 12 سم فباخد مقاسه اللي فوق 12 اللي مثلا اللي تحت 7 اللي تحتها 6 تمام؟ اهو كل عتبه مثلا اهو بقيس دول وبرجع وصاببهم قبلها بيوم وعرفت مقاساتهم اجي ابني هتلاقي المقاسات دي بتختلف معاك حاجات بسيطه خالص لما تيجي تشتغل على ارض الواقع هتقوم جايب حته العصايه دي بقى تبقى عصايه يا جماعه المقاس من تحت دي هتوقف حته العصايه زي اللي في الفيديو دي هتشوفها في الفيديو تمام وهتسيب الرابط تحت في اسفل الفيديو رابط الشغل بتاع الارجل ده وديت المقاس دي بتاع الفتل الباقي شويه الباقيين اللي لحد هنا دول هيبقوا ايه الفتل تمام اتمنى ان انا اكون افدتكم ومعلش طولت عليكم كتير واتمنى انكم تدعمونا في القناه وشكرا لكم على المشاهده واتمنى يا رب ما اكونش ان يكون فيديو مفيد ولو انت عارف يا ريت تشير الفيديو للناس انها تعرف برضه تتعلم شكرا لكم على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.